معايا عبر الهاتف ايضا الان لاعب منتخبنا الوطني للكره الطايره محمد عادل دوله. يا كابتن محمد الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك، شكرا جدا. اداء كبير واداء عظيم منك ومن كل اللاعبين. ربنا يخليك. طبعا انا بحب ابارك للجهاز الفني واللعيبه الرجاله، كانت بطوله غايبه عننا بقى لها 8 سنين اخر مره حصلنا عليها 2015. بطولة قوية جدا غير البطولات الأفريقية اللي أنا لعبتها، في يعني أنا شاركت في أربع بطولات أو شاركت في خمس بطولات، حصلت على ثلاثة، فمن دي من أقوى البطولات اللي إحنا شاركنا فيها. منتخب الكاميرون جامد جدا، ليبيا جامدة، تونس جامدة، المغرب، الجزائر، كل الفرق كانت جامدة جدا، فالحمد لله قدرنا نفوز عليها في وسط جمهورنا وفي وسط أرضنا الحمد لله. ايه اصعب اللحظات اللي مرت عليكم النهارده في المباراه؟ المباراه كانت تمر بكثير من المطبات ولكن كنتوا دايما بتقدروا تحسموا الاشواط في النهايه. اصعب الاوقات كان الشوط الرابع. احنا كنا كاسبين 2-0، هم خدوا الشوط الثالث، فالشوط الرابع هم كانوا فارقين عننا بثلاثة بونت ولا أربعة بونت. فالشوط ده لو كانوا خدوه الجيم كان هيبقى الماتش كان هيبقى 5 جيم. صحيح. واحنا احمد سعيد عندنا اتصاب من احسن الضريبه في افريقيا، احمد سعيد هو خد احسن ضارب في افريقيا، اثر معانا طبعا، وهو احمد يوسف. فانت عندك العناصر الاساسيه عندنا الثابت مركز اربعه. صحيح. بس الحمد لله ان كان في محمد عطران الحمد لله نزل وعمل اللي عليه وشال، فالحمد لله. يعني دي كان دي اصعب اللحظات لما احمد سعيد اتصاب يعني بصراحه، بس الحمد لله محمد عطران نزل وعمل اللي عليه وزياده. صحيح. اتمنى الشفاء لاحمد سعيد، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه ويرجع الملعب احسن من الاول يا رب ان شاء الله، كان ده من عناصر منتخب مصر طبعا الاساسيه. صحيح صحيح. انت خطوه جديده ليك مع نادي الزمالك بعد النادي الاهلي، كان في كلام على موضوع القيد، هل في مشكله ولا الامور اتحلت كلها؟ لا، الامور اتحلت الحمد لله بالفعل. النهارده تم قيدي في الاتحاد المصري للكره الطايره. كان في مديونيه على نادي الزمالك. فهو نادي الاتحاد المصري مش عايز يقيد حد غير لما يدفع المديونيه. فالحمد لله النادي دفع اللي انا عرفته يعني، وتم قيدي النهارده الحمد لله. الحمد لله. نادي الزمالك بشكل رسمي. الف مليون مبروك كابتن محمد عادل دوله لاعب منتخبنا الوطني للكره الطايره، بشكرك شكرا جزيلا.